روح الأفلام في تيسير غريب القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، قسم بالثريا إذا غابت، والثريا نجوم في السماء. قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل ما حاد عن الحق، وما غوى ما اعتقد باطلا قط. وهذه الآية تزكية عظيمة لعقل النبي صلى الله عليه وسلم وكماله من ربنا تبارك وتعالى. قوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. إن هو أي القرآن والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما يوحي إليه ربه تبارك وتعالى، وهذه تزكية أخرى عظيمة من الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: علمه شديد القوى. شديد القوى ملك شديد القوة، وهو جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى، ذو مرة صاحب قوة ومنظر حسن مهيب. فاستوى ظهر مستويا على صورته الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بالأفق الأعلى. بالأفق الأعلى أفق الشمس عند مطلعها، ثم دنا فتدلى. دنا اقترب جبريل عليه السلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتدلى زاد في القرب، فكان قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين كان دنوه مقدار قوسين، وهو ما يكون بين القوسين اللذين يشد عليهما الوتر، ليطلق من هذا الوتر السهام. هذا معنى قاب قوسين. القوسان هما جانب هذا هذه الآلة التي يطلق منها السهام، فكل واحد منه كل جانب يسمى قوس. قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. عبده عبد الله، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه أتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فتجادلونه. ولقد رآه نزلة أخرى. نزلة أخرى مرة أخرى في صورته الخلقية الحقيقية الملائكية. إذن رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرتين على صورته الحقيقية، مرة في الأرض حيث ظهر له في أفق السماء، وكان له 600 جناح، ما بين الجناح والجناح ما بين السماء والأرض، خلق عظيم وقوة عظيمة. وهذا الملك العظيم هو جبريل عليه السلام. والمرة الأخرى رآه في السماء عند سدرة المنتهى، وهي الشجرة التي ينتهي إليها علم الخلائق. قوله تعالى: عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة نبق في السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، فلا علم للملائكة بما فوقها، وإنما يحملون ما أمرهم الله عز وجل به، فينتهي بهم هذا الأمر إلى هذا المكان، ثم يعرج ما جاءوا به بقدرة الله عز وجل.
وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها، فتنزل أوامر ربنا تبارك وتعالى وما أراده الله عز وجل وينتهي عندها وتأخذه الملائكة. شجرة عظيمة لا يعلم عظمتها ولا يعلم ضخامتها وجمالها إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقها. لقد رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته الملائكية في هذا المكان. قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، تزكية من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر، ما مال بصره يمينا ولا شمالا، وما طغى، ما جاوز ما أمر برؤيته. قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى ليلة المعراج. قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى أسماء أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية. قوله تعالى: ومناة الثالثة الأخرى، ومناة اسم صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية. قوله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى، ضيزى جائرة. قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الآية سلطان حجة تصدق دعواكم فيها. قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا تغني، لا تنفع. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بالحسنى بالجنة. قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الآية والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر. اللمم الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو يلم بها العبد على وجه الندرة. قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتصفوها بالتقوى. قوله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى، وأكدى توقف عن العطاء وقطع معروفه بخلا. وأصل أكدى من الكدية، وهي الصخرة العظيمة التي تقابل من يحفر في الأرض فينقطع حفره وينتهي، لا يستطيع أن يكمل، لا يستطيع أن يكمل. قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة، أنه لا تحمل نفس آثمة، وزر أخرى وزر أو إثم نفس أخرى. قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى انتهاء جميع خلقه يوم القيامة. قوله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، النشأة الأخرى إعادة خلقهم بعد فنائهم. قوله تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى وأقنى ملكهم الأموال وأرضاهم بما أعطاهم. قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى، الشعرى نجم مضيء كان أهل الجاهلية يعبدونه من دون الله. قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، عادا الأولى قوم هود عليه السلام. قوله تعالى: وثمود فما أبقى، وثمود قوم صالح عليه السلام. قوله تعالى: والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة مدائن قوم لوط عليه السلام، سميت بذلك لأن الله قلبها على أهلها، أهوى أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. قوله تعالى: فغشاها ما غشا، فغشاها فألبسها من الحجارة. قوله تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، آلاء ربك نقم ربك، تتمارى تتشكك أيها الإنسان المكذب. والآلاء تأتي في النعم وتأتي في النقم أيضا. قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير محمد صلى الله عليه وسلم،
منذر بالحق كمن سبق. قوله تعالى أزفت الآزفة، أزفت قربت ودنا وقتها. قوله تعالى الآزفة القيامة سميت بذلك لقرب ميعادها. قوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، كاشفة نفس تدفع أهوالها وتطلع على وقت وقوعها. قوله تعالى وأنتم سامدون، سامدون لاهون معرضون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. روح الأفلام في تيسير غريب القرآن.